السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نجرب داتا باك البلوكات العشوائية، فمثلا نكسر أي بلوكات تطلع بلوكة ثانية عشوائيا. فمثلا يا شباب نكسر ذي الشجرة اللي طلع لنا شيء عشوائي، يلا نشوف ايش يطلع. طلعت لنا الشجرة السوداء ذي ولا ما ادري ايش ما. نكسر ذي نشوف ايش يطلع. طلعت لنا بلوكة الباصلت ولا ما ادري ايش ما. فأظن ان الفكرة وصلت، فيلا نبدأ المقطع. وات الله بحرقت كل شيء. وات وش ذا يا شباب؟ الله لما تحرق الشجر يطيح. وال وش ذا؟ وال ما اخسر. وال يا شباب وش ذي الكمية؟ خلاص اللعبة مختسمة يا اخي، يعني لما يحترق شيء يطلع توتم واميرالد. والله اسطوري. المهم هذا هو ده طبق يا شباب، هذه الكمية ما اخسر يا شباب. المهم اضغط على الخارج. اوه سبون اسطوري خارج. قرية هون وقرية هون، شيء اسطوري. وات قرية اخرى هون، وش ذا يا شباب؟ والله لا اعطيكم السيد جربوه. والله السيد اكتشفته بنفسي يا شباب، لا تقولوا لي انه سرقته من حد او شيء. المهم اول شيء يا شباب نروح للقرية او شيء. القرية الثانية يا شباب جبنا ذي سريع طلع لنا بد. هذه جبتها من هون، خروف اسود. راح انتقم لفليكس. شي ما ادري اللي فليكس يكره هذا الخروف. خروف اسود شيل. القرية الثانية سألون من جد دايموند، يعني الفيديو ما تصور كسرت ذي. قالوا كل ما اصير كسر ذي اجيب دايموند. فشباب لعبة مختومة مختومة. هذا السرير راح ناخذه. وصلنا القرية الثانية يا شباب، وش يعطينا هذا جيب؟ وات نذر بورتل. ايش 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 تريد؟ لا 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 وات وات يا شباب شوفوا شو طلع لي. شوف هيك اللعبة مختومة يا شباب. حرمي جد التوتمات دي، طلعت لي هذه راح اعطيها لحد من القرويين واشتري منه. هذا ما احتاجه. بليس بروتكشن اي في، بروتكشن اي في وان بريكينج. والله مرة اسطوري يا شباب. وات هذا راح نطور به بعدين. توتم توتم توتم. المهم راح نكسر ام ذا، يطلع موارد اسطورية هذا. بعدين راح اجيب. المهم الحين حصنع بيكاكس دايموند، نشوف ايش يعطينا. سرير خليه عندك. وات يا شباب لقيت فكرة، يعني إذا شيء كسر شيء مش أنا اللي كسره يعطيني توتم. شوف الماء ذا يكسر هذا. ما ضبطت. نكسر الورد نشوف ايش يعطيني. خليها عندك. قراوي المزارع ما احتاج جده. راح اعمل الآلة ذي واشوف. هيا اشتري اشتري. الله تعال بان اور اثرنس. وش دي الزبالة؟ ما احتاج. راح دي شوفوا شوفوا شوف، يعني اذا احتاج موارد راح اكسر الخشب العادي. و يا حرامي اللي عندي يعني راح ارميها واخذ اشياء من هون. هذا ما احتاج. دقيقة
اروح للقرية، عندي فكرة يا شباب، اروح للقرية. يعني ما عندي اكل، وش اسوي؟ يعني افكار، فاهم كيف؟ ذكي، شوفوا شوفوا الذكاء، ذكاء والغباء، ذكاء غبائي. حط كل الموارد هون، راح اقفز يا شباب و راح ارمي التوتل. ايييييل راح اخذ كل الموارد. واي شباب، عاد عندنا اكل وكل شيء، راح نقصر فحم نشوف اشياء تاني. وتعطيني بلوكات جولد. انا الحين رايح للنذر، يعني راح احتاج احتاجها كثير. يا حكسته وات هيك، يعطيني اكل. اكسر دي اللي ملهاش فايدة. عندك وات؟ جولدن ابل فين؟ يعني ده يعطيني جولدن ابل؟ والله مرة سوري. جولدن ابل فحم، يعني اي شيء احتاجه راح الاقيه. هذه الكمية راح تتحول لدايموند طبعا. راح نكسر فحم ثم راح اموت. يضربني حتى الصوت. شو هذا اشياء؟ واو الخبز، احتاج الخبز بس. الخبز، يب الخبز. شيل هذا، هذا شيل جدا احتاجه. راح انزل بعد يا شباب، نزلت الكيف عشان ابحث عن لافا بول عشان اروح للنذر، لانه النذر بورتل ما فادتني بشيء. وات وش ذا؟ ايش راح نرمي؟ هذا ما نحتاجه، هذا ما نحتاجه. يعطيني اوبسيرفر. شوف الاوبسيرفر ايش راح يعطيني. حنزل خليه عندك. وصلنا لي كيف اكيد راح اقتله انا عشان يعطيني شيء. اذا مات ما اقدر. وات بلوك الدايموند يا شباب. وات شيل 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 بلوك، يعطيني بلوك الدايموند ما احتاجها يعني، ولكن لافا بول عشان اعمل بوابة النذر. فاشوف الميني ماب هون لافا بول وين. وات ما انشافت، ظنيت انها سترونج هولد. هلا هيك اخضر. اعرف انكم راح تسألون كيف صارت قروبي قلوب هارد كور. عملت ريسوس باك يحسن الجودة. دقيقة، انا دايموند عندي، يعني بلوك الدايموند ايش تعطيني؟ والله جرب خلي عند دفو. هذا ما بيعطيني شيء، هذي على الارجح ما بتعطيني شيء. تمام، يعني فرن، احتاج فرن. شكو يا شباب، راح ناخذ الماء هون، سوي باكت. اعطيني بلوك المي عندنا. بلوك هذي ايش تعطينا؟ شيل. واي شباب، وصلنا للافا بول. وات في قدامها مي عادي، ما نعرف ايش فايدتها، ما نعرف اذا راح تنجح واذا ما راح تنجح. وعلى الارجح ما راح تنجح. وهيك
باقي بس فيه مشغلها يلا ليتس جو شباب اشتغلت ويلا ليتس جو ندخل للنذر وات رسبت بأسوأ مكان صحراء النذر ولا ما ادري ايش اسمها هذه المهم يا شباب اول شيء راح نبحث عن الفورتريس هون ما فيش اي قلعه وظاهر انه ما فيش قلعه هون يب لا في واحده هون راح نروح لها يا شباب راح نعلم عليها انا بعيد عليها 200 بلوكة فيلا جو نروح لها ليتس جو وصلنا القلعة نجرب ذي البلوكات ايش تعطينا تعطينا بلوكة البون نايس ليتس جو لقينا صندوق ليتس جو ايف اندر ليتس جو صندوق ثاني ان شاء الله فيه ايف اندر ليتس جو صندوق ثاني يب فيه ان ايف اندر شيل شيل صندوق ثاني ليتس جو الحين لازم راح نختم اللعبة يلا جو نرجع بالبوابة نبحث عن سترونج هول والحين كيف نطلع من ذا الكهف وات ولما طلعت من الكهف ضبطت مواردي وراح اروح لسترونج هول ليتس جو بدينا رحلتنا وليتس جو وصلنا للمنطقة وصلنا سترونج هول يلا ننزل ونبحث عن البوابة اعمل سرنج عشان اذا مت يعني ما راح اموت عندي 1000 توتم ويلا ندخل جو وات ايش صار ودخلنا للاند ويلا نقتل التنين نكسر اول كريستالة وهيك نكون كسرنا كل كريستالات ويلا نقتل التنين يلا تعال راح نجلدك شيل وين طلعني هذا وين يا اخي ايميل جي هنا شيل تعال يا اخي خلينا نقتلك يا تعال وين ايش في هذا ما يخلينا نقتله ولا كيف تعال راح اوريك طلع الكلب خاف وهيك بقاله شوي ويموت تعال شيل 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 ليتس جو خلصنا على التنين ليتس جو يا شباب سهل وكده نكون خلصنا الفيديو وخلصنا لعبة ماينكرافت بداتا باك البلوكات العشوائية حط لايك واشتراك اذا عجبك هذا النوع من الفيديوهات واستنى الاجزاء القادمة وبس